أهلين. يا هلا والله. أوف، وش هالوضوح ما شاء الله. إيه 4K يا حبيبي. طيب الشاشة فيها مايكروسوفت أوفيس، وين الصندوق حق الكمبيوتر؟ ثبت فيها. ما يحتاج، فيها كل تطبيقات مايكروسوفت، وتقدر تشبكها عن بعد بالكلاود وتكمل شغلك من هنا. عندك ألعاب؟ ما عندك تابلت أنت؟ بس إيه فيها ألعاب، وتقدر تفرج ديزني بعد. أنا أقدر أتابع مسلسلاتي؟ إيه تقدرين، فيها كل تطبيقات الأفلام والمسلسلات زي نتفلكس وشاهد، ولها ريموت زي التلفزيون. باقي بس تسوي لنا الشاشة.